في هذه السنه كنحتفلوا بالذكرى الرابعه لتاسيس المتحف. دابا ولات عنده 4 سنين و4 سنين ديال العطاء، فاحنا فرحانين بالخدمه اللي درنا. فالمتحف ديال نيزك هو اول متحف في العالم العربي وفي افريقيا، لان ما كاينش متحف اللي مختص بالنيازك. فاللي بغى يعرف النيازك خصو يعرف ثلاثه الحوايج. كاينين لي ميتيرويد، ما عندهمش العربيه، تيكونوا باقي لاصقين في الحجره الام اللي كاينه في خارج على الارض. فاش كيوقع واحد الاصطدام بين جوج ديال الكويكبات ولا كويكب مع كوكب، كيطلقوا شظايا وكيدخلوا الغلاف الجوي. فاش كيدخلوا الغلاف الجوي كندويو على الشهوب، لي ميتيور الشهوب. امتى غنديو على النيزك؟ حتى كيطيح وكنلقاو حجره، لان الشهوب يقدر يكون شي قصديره ديال شي حاجه ولا. فاش كطيح فوق سطح الارض وكنلقاوها بانها صخره، عاده نقولوا نيزك. الاصل ديالهم اما كيجيونا من الكويكبات ولا كيجيو من الكواكب، سورتو الكوكب المريخ، ومؤخرا كاين الكوكب عطارد، كاين واحد نيزك اخضر. وتحليلات في واحد مختبر مهم في امريكا صرح بانه جاي من عطارد. وكاينين نيزك كيجيونا من الاقمار، قمر الطبيعيه بحال القمر ديالنا، كاينين نيزك كثيرة بحال اللي عندنا في المتحف. وكاينين دونك هادو هما المصادر، اما من القمر ولا من المريخ عطارد مجددا ولا من الكويكبات. فهو كيجيب معاه بزاف المعلومات، لان بحال المريخ الانسان في 2030 غادي يمشي المريخ، دونك نو سوم سيغ بداو كيوجدوا. فاي معلومه جاتنا على المريخ مهمه جدا. اذا فاش كيطيح لنا نيزك من المريخ، عرفتي اذا كان عندك نيزك حجره كتعطيك معلومات كثيره، الغازات اللي كاينين، الماء، الصخور اللي كاينين، الميكروبات، الفوسيل، المستحثات وكل شيء. اذا هذا هو المهم بزاف في النيازك، هو هذا الكوتي علمي، هذا الشق علمي مهم جدا، لانه هو اللي كيوصلوا لنا. باقي الانسان ما بهاد التكنولوجيا كامله وصيفطوا بزاف لي سونت تما، راه كاينين كوريوزيتي، كاينه اوبورتونيتي، ما يقدوش يجيبوا حبه رمل من المريخ. فاش كيطيح نيزك من المريخ، اذا مهم جدا العلوم. فالمتحف عنده مختبر ديالو، مختبر تابع لكلية العلوم، هو المختبر ديالنا. وعنده جمعيه كتسير المتحف. فبزاف الناس كيجيو، كيصيفطوا لنا الرسائل وكيصيفطوا لنا هذا. اكثريه ما عندهمش نيازك، نقول لك 99.9% تيجيو ما عندهمش نيازك، لانه حكا كيشدوا المغناطيس، حكا راه اوكسيدي، راه عنده بحال محروق. وكاين الحجر ديال الارض محروق، ها الانتروبي كما حرقوا الانسان ولا حرقه الطبيعه. كاين الحجر بزاف ديال كيشدوا مغناطيس. قبل ما يصائد نيازك خصو يتعلم يقلب. دابا ولاو المغاربه ولاو كيعرفوا بزاف النيازك، وحتى برافو عليهم، ولاو كيجيبوا النيازك من الدول المجاوره. ولاو مابقاش غير النيازك ديال المغرب عندنا هنايا، ولاو عندنا كيجيبوه بزاف من الدول المجاوره اللي باقي يلاه كيتعلموا النيازك. ولكن اكثريه الناس اللي بداوا ما كيعرفوش النيازك وكيجيبوا اي حجر، لي سكوغي، لي غريل، روش فولكانيك، كيجيبوا حجر بحال هكا. فانا كنطلب منهم ما يتنقلوش حتى يتاكدوا، يصيفطوا، لان كيجيو عندنا بزاف هنا للمتحف وكيضيعوا. بحال السيد اللي جا الصباح شفتو جاي من طنجه، باش تجيب طنجه وهاد الظروف ديال الجائحه ماشي سهله. فيصيفطوا صور بعدا، كاين لو سيت ديال المتحف، يصيفطوا فيه صور، حنا غنجاوبهم اما 3 ايام ولا 4 ايام ولا اسبوع، لان تيجيونا بزاف. ما يجي حتى نقول ليه خص هاد النيازك خصو تحاليل. فهنا في متحف الجامعي النيازك عندنا نيازك كثيره، دابا وصلنا تقريبا شي 120 حتى 130 نيزك مصنف ديال المغرب وديال خارج المغرب. فالنيزك المهمه عندنا، اول نيزك مهم جدا وديما كنديو عليه، واي واحد مغربي كيدير نيزك غادي يعلو، هو النيزك ديال تيسينت اللي طاح في 2011 وتلقى في 2012 في منطقه طاطا. فعندنا منه واحد العينه مهم جدا، لانه جا من المريخ وفي البحوث داروا عليه بحوث كثيره، ما تصورش داروا عليه دي سيسيون كامله في مؤتمرات دوليه، دي سيسيون خاصين نيزك ديال تيسينت. فلقينا فيه بان كاين الماء، كاين واحد بلاك بوتي ما عندناش، حتى هو بحال تيسينت، حتى هو جا من المريخ وساعدوا، عطونا معلومات كثيره على المريخ. عندنا واحد العينه من القمر
من لان القمر كتعرفوا كاين داك الصخور الكحله وكاين الصخور البيضاء ديك الجبال عندنا من ديك الصخور البيضاء عندنا واحد الطريف ديال البازلت الكحل حتى هو مهم جدا كيجيو بزاف التلاميذ والطلبه والعموم كيسولوا على المتحف ديال بيتو النيازك ديال القمر لانه عنده واحد القمر عند العرب وعند سميتو عنده واحد المكانه خاصه كنتغناو به وقمر ديما كل شهر يجي يطلع علينا بداك فهمتوا دوك كيبغيو يشوفوا الحجر ديالو وكاين نيازك بحال ديال ايميل شيل اللي طاح اكبر نيزك طاح في ايميل شيل اللي دار حفره نيزكيه كبيره دونك العلماء كلشي متفقين بان طاح نيزك كبير في تما في ايميل شيل ودار واحد الحفره حنا تنقولوا حتى دوك اللي لاك دوك البحيرات استيوتيسي تا هما طاح داك النيزك ديالهم بزاف واحد المجموعه ديال المختبرات تيقول لك مازال خاصنا مازال معلومات باش نقولوا كاينين عندنا حاجه مهمه جدا في هذا المتحف هي النقوش الصخريه راه دوزوا بزاف في افلام وثائقيه دوليه ومغربيه بان لقينا في النواحي ديال الصويره واحد النقوش عندها قديمه جدا تبع تيفيناغ قديم بين بان التيفيناغ القديمه ماشي التيفيناغ الحديثه والفنان رسم بان شهوب ولا نيازك كيطيحوا والانسان مخلوع وحيوانات وداك الشيء فهذا هو عندنا مهم جدا في المتحف النقوش غتكون فايته 1500 عام على الناس اللي تيديروا التيفيناغ قالوا بان غتكون على الاقل اكثر من 1000 فايته 1500 عام غير هو علميا لقينا بان واحد العينه فيها واحد الرسوبات وهذيك الرسوبات حيدناها وصيفطنا الرسوبات فوق النقوش صيفطناها للمكسيك كان واحد المختبر خاص لهاد العينات فمالوغوزمون كانت واحد الكونتاميناسيون بين هذاك الرسوب اللي كانوا وراء النقوش مع الحجره وعطاونا واحد العمر كبير بزاف دونك غادي ان شاء الله غادي نحاولوا هاد العمليه هذه وغادي يكون عندنا اذا كان عندنا شي عمر منقاد غنخرج واحد مقال علمي خاص في جريده عالميه على هذه المستحدثات على بليتو على النقوش الصخريه ان فوا اي نيزك دخل هنا المتحف صافي غادي يبقى ديما لان ما كيتباع ما كيتشرى غيبقى لولادنا لانه كيدخل كاين كونسرفاتور ديال المتحف غيدخل السجل ديال المتحف وغادي يبقى وكنطلبوا من عند الله هذا المتحف يكبر يساعدونا انا كان متفائل بزاف سيرتو ورا الزياره ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله زار المشروع ديال النيازك فاعطانا واحد قفزه عطانا واحد دفعه مهمه جدا وشرفنا بالحضور ديالو فكنطلب من عند الله هذا المتحف يكبر ولا ماشي غير متحف جامعي ولا متحف بلدي ولا متحف وطني اللي كيفسر هذه الظاهره ديال النيازك. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.